الاكل باللثه بصفه عامه، وايضا عندي احيانا يصير زي جلسه تنظيف جير، الجير والبودره اللي ناسبها. وبعد ما نخلص تنظيف الجير ان شاء الله نستخدم لك جهاز تلميع بالبودره اللي هو ازاله التصبغات اللي تكون على سطح السن. مو بين الاسنان، لا على سطح السن، جهاز بودره يعمل عن طريق ضخ الهواء والمويه والبودره، بودره خاصه تسوي تعمل على ازاله التصبغات الموجوده على سطح السن وتسوي له صقل وتنعيم.